في البدايه طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا انتخابات يمكن اقل من 10 ايام، يوم 20 اكتوبر باذن الله على ملعب استاد عبد اللطيف ابو رجيله، وبالفعل ابتدى يتم الاجراءات اللي هي ليها علاقه بتشييد تركيب الاسوار الحديديه اللي هتبقى موجوده في الملعب، طبعا بما يخص الخيمه الانتخابيه بشكل عام، والتجهيزات شغاله على قدم وساق زي ما بيقولوا استمرارا لحد يوم الانتخابات. وده الطبيعي، ده تنظيميا شكل جيد، وشفنا حتى شكل بعض الندوات اللي موجوده، ودي صور قدامنا من ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بنادي الزمالك، وصوره للتجهيزات اللي هتكون موجوده وان شاء الله تكون على مستوى يليق باعضاء نادي الزمالك ويليق بمستقبل مشرق بإذن الله لنادي الزمالك. شيء جيد الاستعداد. الحقيقة الصور بشكل عام تحس إن هي فيها يعني أمل، فيها إصرار، في صورة مشرفة. أتمنى إظهار الوجه الحقيقي لنادي الزمالك. يعني كنا اعتدنا في فترات إن نادي الزمالك عارفين إنه ليه وجه لم يظهر إلى الآن أو لم يظهر بعد في تقديري الشخصي، و في اعتقادي عشان ما اكونش مبالغ في تقدير وزملكاويه كتير، مش ده الوجه الحقيقي لنادي الزمالك، فكلنا مستعجلين نرجع تاني الوجه الحقيقي لنادي الزمالك، بدايه من الخيمه الانتخابيه. ممكن تكون دي البدايه الحقيقيه للزمالك الجديد او الزمالك الحقيقي والوجه الحقيقي، زمالك المستقبل، زمالك الامل، زمالك الفرع التاني والتالت باذن الله، زمالك العوده للبطولات، العوده للهدوء، والعودة للأخلاقيات. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. على ذكر الاستعدادات والكلام، ومفيش صوت يعلو جوه أسوار نادي الزمالك غير صوت الانتخابات، لأن طبعا عارفين إن حتى فرقة الكورة عندها توقف يمكن سبحان الله متزامن مع فترة اللي هيكون فيها تحديد مجلس إدارة منتخب لمدة 4 سنين لنادي الزمالك، ففي نوعا ما هدوء من النواحي الرياضية. طبعا عارفين التوقف الدولي اللي موجود عشان منتخب مصر واستعدادات منتخب مصر الاول او الاولمبي، بس في بعض المباريات اللي ممكن تكون موجوده لبقيه العاب الفرق في النادي، وده طبيعي، لكن بقدر الامكان انا عارف ان في حاله من حالات محاوله توفير الاستقرار الى ما بعد الانتخابات حتى في الوضع الحالي، سواء من اللجنه المكلفه او سواء من بعض المنتمين والمحبين لنادي الزمالك سواء مرشحين او مش مرشحين، بيحاولوا يمشوا قوه الدفع لحد بس ما نوصل ليوم 20 اكتوبر، بحيث لما نوصل زي ما قلت لحضراتكم ما يبقاش فايتنا كتير، نبقى بقدر الامكان بنبدا، مش احنا كده كده بنبدا من الحقيقه من وضع مش سهل، بيقولوا فروم سكراتش، فروم سكراتش دي يعني اللي هي من تحت الصفر يعني، او بتبدا من الصفر، فباذن الله نكون بنحاول نبني على شيء ما نكونش خسرناه، سواء الكونفدراليه زي ما قلنا، سواء في بقيه الالعاب، مش عايز اذكر لعبه لعبه، بس انا عندي رساله. يبدو ان البعض مش حاب قوي ان الزمالك يفضل او ينتقل لمرحله الهدوء، وده الحقيقه ممكن يبان في صور مش عايز اتكلم عليها بالتفصيل، ومش عايز اجيب سيره طعون، ومش عايز اجيب سيره مناوشات قانونيه، بس الطعون دي اللي هيفصل فيها سواء اللجنه الاولمبيه او مجلس الدوله، دي حاجه خلاص، دي حاجه اجراء قانوني، بس انا عايز افكر الناس ان احنا شبعنا قبل كده اجراءات قانونيه، وشبعنا عطله اداريه، وشبعنا عرقله. اعتقد مفيش اكتر من الواقع اللي احنا فيه يبقى النتيجه للي انا قلته ده كله. فاحنا محتاجين واقع ايه تاني علشان نوصل او نوصل لنتيجه ايه تاني عشان نبدا نخلص النوايا لنادي الزمالك يعيش في هدوء واستقرار. فانا حبيت يعني ااكد على النقطه دي، رقم واحد. رقم اتنين، يعني انا مش هدخل في نوايا حد، انا مش دعوه بالنوايا، بس ساعات المواقف بتبين تصرفات كتير جدا. يعني انا مثلا عندي علم، او كان في ناس بالفعل كنا بنقول ان هم فين الكوادر الزملكاويه وفين وفين وفين، جميل، ممكن بعض منهم او معظمهم لما لقوا ان ما لهمش دور حقيقي او لم يتم الاستعانه بيهم بعدوا عن المشهد، حسوا ان مش وقتهم، ويمكن منهم لو كان طلب منه ان هو يبقى موجود بشكل او باخر في احترام لتاريخهم وفي احترام لخبراتهم سواء العملية أو المهنية أو حتى خبراتهم كرياضيين، أعتقد كانوا هيلبوا النداء، لكن لما لقوا إن مفيش احتياج ليهم اختفوا عن المشهد، يعني كانوا بعاد، لدرجة إن إحنا في البعض افتكر نادي الزمالك بلا كوادر، وفي البعض افتكر نادي الزمالك رموزه مختفية مش قد شيلة المسؤولية، وفي البعض افتكر إن خلاص بقى مالهمش دور، لا الحقيقة مش ده الحقيقي. الحقيقة إن الناس دي ممكن تكون ابتدت تظهر لما لقوا نادي الزمالك في الوقت الحالي في موقف صعب، في وصل لمرحلة من الترهل والتأخر يحتاج انتفاضة الزملكاوية، عشان كده انتفضوا. طب الكلام ده ياخدني لإيه؟ ياخدني إن في وقت من الأوقات كده الواحد لازم يكون
حسيس شوية، لما يلاقي نفسه مش موجود في المشهد أو مش هيقدر يضيف لنادي الزمالك بشكل عام، ممكن من الأفضل الاختفاء عشان ما يتمش الحكم بأشياء أخرى أو نوصل لمرحلة النوايا لا قدر الله، اللي في الآخر النوايا دي بتاعت ربنا. بس الواحد في مواقف بتبين الرجولة، في مواقف بتبين اللي بيخاف وبيحب النادي بجد، مش الكلام، مش الحقيقة شبعنا كلام لدرجة ان انا من كتر الكلام اللي ممكن كان الواحد بيسمعه فترات كتيرة كان ممكن يتخيل ان هنبقى في واقع تاني غير اللي احنا فيه. لكن لما الكلام يبقى كتير والواقع يبقى مرير، يبقى لازم نحط 100 خط بقى ونعرف هو العيب عند مين والمشكلة عند مين. اعذروني ان انا بتكلم يعني في بعض الحاجات اللي ممكن تكون ساقطنا للواقع الغير مناسب لتاريخ وقيمة وجماهير نادي الزمالك، بس ساعات غصب عنك يعني الامور اللي حواليك بتفرض عليك ان انت تنوه. عايز افكر الناس ان المهم ان احنا ما نرجعش لنفق مظلم، مهم ان احنا ما نعيدش انتاج اي حاجه عطلتنا في اي صوره بقى ان كانت، يعني صوره عطله، صوره تصريحات ملهاش لازمه، صوره عطله اجرائيه او محاولات العطله القانونيه او البحث دايما عنها، ان انا دايما اشوف المراكب ماشيه فين واشوف احط العقده فين. لا، مش ده اخلاص النوايا. ويا سيدي بلاش نتكلم عن النوايا، مش ده حتى النادي الزمالك محتاجه. النادي الزمالك في مرحله من المراحل وفي وقت متاخر وفي مديونيات وفي مش عايز بقى كل شويه انا طالع بتكلم على دايما مشاكل، لكن هو ده الامر الواقع. فدايما هنجيب سيرته بشكل او باخر عشان نخرج منه، دايما بنذكره ليه؟ لان ده الواقع، فعايزين نطلع منه. بس عشان نطلع منه يا جماعه محتاجين الكلام الحلو اللي هنسمعه، ايد واحده وروح واحده والكلام ده جميل جدا جدا، لكن الفعل والمواقف فاضحه. فاتمنى الشايف مش هيقدر يضيف حاجه للنادي، على الاقل يخرج من المشهد ويسيب فرصه للي ممكن يكون جاي يشمر ايديه ويحاول يشتغل ايا كان. انا هنا مش مع مرشح او ضد مرشح تماما، انا يهمني ان انا مع نادي الزمالك، مع نادي الزمالك لاي حد هيقوده واي حد هيكون هيحاول يطلعه من اللي هو فيه احنا وراه ايا كان مين المسمى. لكن احنا انتفضنا ليه؟ لان لقينا نفسنا كنادي الزمالك مش في الحته اللي نستحقها، لا نستحقها ادبيا ولا نستحقها مستوى البطولات، ولا ينفع نادي الزمالك يبقى اسمه عليه ديون، ولا ينفع نادي الزمالك يبقى كمؤسسه مش عارفه تصرف على نفسها. هي مش عارفه، هي قادره، بس قد يكون تعرضت لامور خلتنا في الميزانيات وفي الارقام اللي هي ليها علاقه بالمحاسبيا وماليا خلتك في وضع دايما مدين، دايما مديون. فالامور دي مخليانا ان احنا محتاجين نتحرك بشكل مختلف.